دلوقتي يا شباب عايز اعمل شبكتين اي بي فيرجن 6 وخلوهم يكلموا بعضهم زي ما امبارح عملنا شبكتين اي بي فيرجن 4. تمام كده اهو. طبعا احنا خدنا المقدمه بتاعت الاي بي فيرجن 6 وعرفنا شكله وازاي بينحط وكلام من ده اهو. ادي الراجل اهو التوصيله الاولانيه بتاعتي، كابل ستريت اهو ما بين السويتش والجهاز الراوتر اهو اهو، التوصيله كلها ستريت اهي. حلو الكلام كده. وهنيجي هنا نقول الشبكه دي تبقى 2001 واحد 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 ها نقطتين سلاش 64. النقطتين دول حد شاطر يقول لي معناهم ايه؟ الباقي دول كله صفار، ست صفار، ست بلوكات بصفار. تمام. الشبكه الثانيه هتبقى 2001 اربع اتنينات اهو سلاش 64. تمام كده. تعال نشوف بقى ازاي بندي الاي بي للانترفيس اي بي فيرجن 6. علشان ندي الانترفيس اي بي فيرجن 6 عندنا اكتر من طريقه، تعال كده نشوفهم مع بعض اهو. عشان احط الانترفيس اي بي فيرجن 6 يا جماعه هم مسهلين الموضوع علينا قوي. ايه بقى؟ عشان احط اي بي فيرجن 6 اساين اي بي فيرجن 6 اول طريقه عندنا المانوال بايديا كامله اهو. مانوال ده يعني يدوي صح كده؟ اهو المانوال ده فيه فل بالكامل بايديا، يعني احطها بالكامل بايدي، لا اما استخدم طريقه اسمها EUI 64. EUI 64 يبقى اما احط طريقه مانوال بايديا، لا اما احط طريقه اسمها EUI 64. حلو كده؟ تمام. تعالى ناخد الطريقه الفل اللي هي المانوال بايديا. انا عندي الراوتر اهو، الراوتر اهو عايز احط للبورت بتاعه ده اهو، هو مش الشبكه اسمها 2001 اربع وحايد صح كده؟ وكل اصفار دي معناها ايه؟ ان في اربع اصفار كمان، في اربع اصفار كمان كده. الشبكه بتاعتي ايه؟ 16 64 كل بلوك قلنا عليه 16، ادي 16 ادي 16 ادي 16 ادي 16 كده ال 64 بتوع الشبكه. انا عايز ادي البورت بتاع الراوتر ده اهو اي بي 2001 اربع وحايد كله صفار وفي الاخر واحد بس بايديا. تمام. طيب طب ممكن نغير شكل الشبكه، يعني خلوها كده عشان تبان معانا. 2001 اهو اربع وحايد كمان اربع وحايد عشان ما حدش يتلخبط، كمان اربع وحايد ادي كده رقم ايه؟ رقم النتورك اي دي. عايز رقم الجهاز بقى رقم الانترفيس ده اهو، يبقى هنا كده نقطتين واحد. اول اي بي في الشبكه دي يبقى بتاع الراوتر. ازاي احطه بقى للراوتر؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. هخش على الراوتر بتاعي اهو سي ال اي، اقول له نو انيبل. فاكرين انيبل بتاع المره اللي فاتت؟ ها كونفيجر مسافه تيرمينال. لو انت هتشتغل اي بي فيرجن 6 لازم تكتب الكوماند اللي جاي ده علشان تاكتف الراوتر ان يشتغل اي بي فيرجن 6. اي بي في 6 يونيكاست راوتنج، اي بي في 6 يونيكاست راوتنج. يبقى علشان اشتغل اي بي فيرجن 6 لازم اكتب الكوماند ده الاول، وبعدين اخش على الانترفيس اللي انا عايز احط لها اي بي اهو. هذا الانترفيس اللي عايز احط له اي بي اهو. اهو انترفيس فاست زيرو على زيرو اهو. حلو كده.
واقول له ايه اي بي في 6 الكوماند الجديد اهو ادرس رقم انترفيس ادرس 2001 نقطتين اربع وحايد ده كده الشبكه خلصت نقطتين معنى الدول نتس فار 1/64 كده الانترفيس بتاعتك خدت اي بي فيرجن 6 تمام وبعدين الكوماند الشهير اللي احنا بنكتبه اسمه ايه موشوت داون ده اول طريقه ان نكتب الاي بي بتاع الانترفيس بالكامل بايدي اهو كوبي اهو واروح احطه فين في النوت باد اهو اللي عايز يشوفه كده يشوفه في اي مشكله في الحته دي انا كده اديت الانترفيس بتاعتي اي بي فيرجن 6 ده اول طريقه عندنا وده هيبقى الجيت واي بتاع كل الايه الاجهزه اللي تحت تعال ناخده كوبي كده اهو ونقول بقى الجهاز الاولاني والله في الشبكه دي هيبقى كام ادي اي بي فيرجن 6 اهو 2002 طب الشبكه سلاش كام 64 طب الجيت واي بتاعه هيبقى ايه يبقى ايه الجيت واي بتاعه اهو صح كده طيب الجهاز الثاني هيبقى كام اهو 3 طب الجيت واي اهو 1 سلاش كام 64 خلاص يا عم الشبكه دي كلها بقت شغاله اي بي فيرجن 6 اهو طب عايز ابينج من هنا لهنا ومال خش جوه الدوس اهو وقول له بينج على جهاز مين اهو اللي هو 3 اهو شايفين ريبلاي اهو بيرد عليا اهو شغال اي بي فيرجن 6 اهو تمام طب عايز امشيها بالباكت اهو طلع باكت من هنا لهنا جبت الباكت دي على فكره تاني كده معايا اهو باكت اهي مقفوله دي كليك على السورس وكليك على الديستنيشن وهات السيميوليشن عشان نشوف الباكت وهي ماشيه اهي يلا يا باشا كابتش راند فورورد صح الكلام؟ طبعا لو انت قعدت تتفرج من هنا للصبح مش هتعرف تعملها لازم تروح انت تجرب بايدك مره واثنين وثلاثه تمام كده؟ انا مش هقدر اجرب لك في البيت لازم حضرتك تفتح الباكت تريسر وتقعد ايه معاه واول مره هتزهق وتاني مره هتزهق وتالت مره هتقول ده البرنامج بايظ ده طبيعي جدا بس لازم نجرب طيب دي اول طريقه عندنا ازاي بحط اي بي فيرجن 6 اللي هو مانوال وفول كلها بايدي فقال لك طب ما ده في حالات الشبكات الكبيره هيبقى الموضوع صعب قوي ففي طريقه اسمها الاي او اي 64 ايه بقى الاي او اي 64 قال لك كل انترفيس في كل جهاز بيبقى له كارت شبكه يعني الراوتر ده كده من جوه يا شباب عارفين الانترفيس دي اللي بحط فيها الكابل دي ده كارت شبكه زي اللي راكب في جهازك بالظبط كل كارت شبكه بيبقى له ماك ادرس صح كده الماك ادرس لو انتوا فاكرين كان 48 بت يبقى كل جهاز بيبقى له ايه حاجه اسمها ماك ادرس الماك ادرس قد ايه يا شباب 48 بت لو انت جيت شفته وهو مكتوب شفناه قبل كده مره صح كده واحد اي بي 2 4 3 4 اي 5 سي 2 اي هعتبر ان ده الماك ادرس اهو لو جيت عديته هتلاقي 12 هكسا 12 هكسا وكل هكسا فيه 4 بت يعني 12 في 4 بكام 48 بت يبقى ال 12 في ال 4 48 بت صح كده؟ واحنا عارفين ان الماك ادرس اهو فاكرين كنا بنجيبه ازاي؟ حد فاكر كنا بنجيبه ازاي؟ ها؟ ها؟ حد فاكر كنا بنجيب الماك ازاي؟ انا دوس كنت بكتب ايه؟ كنت بكتب كوماند اسمه جيت ماك اهو ادوس طيب ده الماك ادرس اهو قال لك انت ممكن تيجي على الراوتر
تيجي على الراوتر وتديله اول جزء بس في الشبكه اللي هو الاربع بتات بتوع الاربع بلوك بتوع الشبكه، وبعدين هو ياخد الماك بتاعه ويضيفه على الاربع بلوكات بتاع الشبكه. بس كده كون كام؟ سبع بلوكات اهو. مش كل واحد له اربع تلات بلوكات اهو ماك اهو. يعني انت هتيجي على الانترفيس بتاع الراوتر وتقول له والله الشبكه بتاعتك 2001 اهي اربع وحايد اهي اربع وحايد اهي اربع وحايد، ده رقم الشبكه اهو. بس المفروض الاي بي يبقى كام جزء؟ 8. طيب هو عنده الماك بتاعه، اقول له استخدم الماك بتاعك. الماك بتاعه كام؟ 1A B2 نقطتين وبعدين ها 4 3 4 A نقطتين وبعدين 5 C 2 A، ادي 5 C 2 A. يعني انت هتديله الجزء بتاع الشبكه وهو ياخد الماك بتاعه، يبقى ده الاي بي بتاعه يعني. بس كده الاي بي ناقص بلوك، لان الاي بي فيرجن 6 يبقى 8 بلوكات، هياخد 3 من الماك وانت هتديله 4 بتوع الشبكه، هيبقى ناقص واحد. يعمله هو ازاي الواحد ده؟ قال لك بطريقه ستاندرد، هيجي في النص ويضيف بلوك جديد هنا في نص الماك بالظبط. والطريقه دي جايه في الامتحان 3 FE. ده اول حاجه هيعملها. يبقى اول حاجه هو هيعملها هيجي في نص الماك بتاعه ويضيف 3 FE ويروح للبت السابع. البت الكام؟ السابع في الماك اهو، بيروح للبت السابع في الماك. لو كان بزيرو يخليه كام؟ 1. يبقى تاني بقى طريقه الاي 64. طريقه الاي 64 يا جماعه بيعمل ايه الراجل؟ كل جهاز بياخد الماك بتاعه ويضيفه على الاربع بلوكات بتوع الشبكه، كده هيكون 7 بلوك. هيجي في نص الماك ويضيف الكود 3 FE ويروح للبت السابع، لو كان بزيرو يخليها بواحد. كل حاجه بتنشرها حقيقي وموجوده في الفيديوهات، بس المشكله اللي بتذاكر بقى. تمام؟ ها؟ طب تعالى نشوف كده، هو فين البت السابع؟ كل واحد من دول فيه 4 بت، يعني الواحد ده توزيعه لما تيجي توزعه هيبقى 1 0 0 0. طب الاي اللي هو 2 و10 صح كده؟ 2 و8 اسف، هيبقى 1 1 0 0. عد البت السابع كده 1 2 3 4 5 6. ده بايه ده؟ بواحد يا عم، خلاص ما عملش فيه حاجه. طب ده يا معلم لو كان 8 ما هوش ايه؟ يعني كان 1 0 0 0 هيروح للبت السابع يخليه بكام؟ بواحد. ينطق معاك 1 0 1 اللي هي ايه؟ كان هي اللي بال 8 دي ايه؟ بس يا سيدي كده. تيجي نشوف الطريقه دي تاني. نفترض ان انت عندك الماك ده هو 8 اهو، 1 8 2 A 4 C 3 A F 2 4 5. اول حاجه يروح للبت السابع، لو لقاه بزيرو يقلبه بواحد. البت السابع بيبقى موجود فين يا حوده؟ هنا، ده بدايه الخمسه لان ده باربعه، فالثمانيه دي هتبقى كده 1 0 0 0 صح؟ يبقى 5 6 7 8، السبعه اهو اللي بيب واحد يا مي، يبقى 1 0 1 0 ينطق معاك ايه؟ 8 و2 10، يبقى 1 A 2 A. ده اول حاجه هتعمل ايه؟ وتيجي في النص بالظبط وتضيفي 3 FE، يبقى ينطق معاك ايه؟ 4 C F F نقطتين FE 3 A نقطتين F 2 4 5. دول اربع بلوكات اهو. يعني احنا لما ضفنا 2 اكس هنا دي بلوك لوحدها، اصل بالظبط في النص، في النص مش صفر. انت عندك هنا 6 ارقام وعندك هنا 6 ارقام، فلما تيجي تقسمها اربعات 2 اف هيروح مع ده واف اي هيروح مع ده. حلو. طب تيجي نجرب الطريقه دي عملي. تمام، تيجي نجربها عملي. طب وانا جوه الراوتر بعرف الماك بتاع الانترفيس بتاع الراوتر ازاي؟ عشان اشوف هيعمل ايه هو. اهو انا عايز ان هو يا جماعه
الناحيه دي الراجل يستخدم طريقه الاي يو اي 64. طريقه ايه؟ اي يو اي 64. يبقى الناحيه دي انا عايز الراجل يعمل ايه؟ يعملها بطريقه اي يو 64. ياخد 2002 اهو 2002 اربع اتنينات دي شبكه وكمان اربع اتنينات اهو، يعني ياخد الاربعه بلوك دول وياخد الماك بتاع الانترفيس ويكمل بيهم الاي بي بتاعه. انا مش هحط له اي بي بايدي. طب هو الماك بتاع الانترفيس بتاع الراوتر ده بيجي ازاي؟ بصوا كده، بخش على الراوتر واخد كوماند تاني اسمه شو انترفيسز واسم الانترفيس، شو انترفيس واسم الانترفيس اللي انت عايز تجيب الماك بتاعها. اهو انتر اهو. انتر اهو. تعال ناخد كوبي الاول عشان احطه في الموبايل وبعدين انتر اهو. اهو ماشي واحده واحده اهو. قال لك والله الانترفيس اللي قدامك دي الماك بتاعها كام؟ شايفينه؟ اهو ده الماك بتاعها اهو. يبقى الكوماند تاني يا شباب، الكوماند تاني اهو عشان اجيب الماك بتاع الانترفيس بعمل على المود التاني. طبعا خدنا امبارح المود الاول والتاني والتالت، المود التاني طبعا لو قعدت تدن للصبح تمام كده وانت ما جربتش بايدك مش هتاخد بالك من الحاجات دي. على المود التاني شو انترفيسز واسم الانترفيس فهيجيب لك الماك بتاعه. طيب حد بقى شاطر يقول لي بعد ما نعمل الاي بي بالطريقه دي، ادي الماك اهو، هيبقى الاي بي شكله ايه؟ اهو هنيجي في النص ونضيف 3 اف اي صح؟ ادي في النص اهو اف اف تمام؟ اف اي صح كده؟ ودي بدل ما هي دوت هتبقى ايه؟ كولا. طيب البت السابع فين؟ بزيرو صح كده؟ هنحط واحد فيه ازاي؟ هيبقى زيرو ده اللي هو كده. هنحط واحد في السابع، عادي نقول هنا 5 6 7 8 اهو، يبقى ده ايه؟ واحد. ده ينطق ايه؟ 2. الله يكرمك تمام اهو 2 صح كده؟ ومش احنا خدنا امبارح ان اي صفر على الشمال ملوش لازمه؟ هيشيله هو كده اهو وهيحط الرقم بقى بتاعت الشبكه قدامه اهو 2001 222 222 222. بس يا عم ده الاي بي بتاع الانترفيس. تيجي نجرب كده ونشوف هتاخد الاي بي ده ولا لا؟ ها تيجي نجرب كده اهو. يلا في الامتحان طبعا هيجيب لك الماك ويقول لك الاي بي بتاعك هيطلع كام بطريقه الاي 64 تمام. يلا يا عم هنيجي على الفتحه بتاعه الراوتر اهو ونيجي نقول له كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 1 اي بي في 6 ادرس 2001 نقطتين اربع اتنينات نقطتين اربع اتنينات نقطتين اربع اتنينات دول بتوع الشبكه اهو. وبعدين سلاش 64 وبعدين اقول له ايه؟ بقيه الاي بي مش هكملوا لك اي يو اي 64. انا اديته الاربع بلوكات بتوع الشبكه اهو وبعدين نقطتين نقطتين فوق بعض معناها ان ايه؟ ان الاربع بلوكات التانيين دول رقم الهوست مش هديهولك. قول له ايه؟ مو شوت داون. هناخد ده ايه؟ كوبي يا شباب كده. ها؟ اهو. كده. كده. حلو الكلام؟ تيجي نشوف هو خد اي بي كام بقى؟ هل هو الاي بي اللي احنا طلعناه استنتجناه ولا لا؟ تعالى كده. هذا الراوتر بتاعي، وانا عشان اشوف الاي بي بتاع الانترفيس اعمل ايه؟ لا انت مش تعمل حاجه، هتعمل شو اي بي في 6 انترفيس بريف فيجيب لك كل الفتحات بتاعه الراوتر اللي خدت اي بي فيرجن 6. شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف. اللي بيدلع بقى ويقول لك الكوماندات كتير ومش كتير، لا يا باشا ده في ناس حافظه كوماندات السي اي اي اللي بعد السي ان بي كمان تمام كده. انت اللي جايب كورس اتهرج، كوماندات مش كتير خالص تمام كده. شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف وانتر. ادي الانترفيس الاولانيه واخد الاي بي بتاعنا اهو، وادي الانترفيس الثانيه واخد الاي بي الثانيه اهو. لو انت عايزها في ورقه اجيبها لك ورقه كلها.
تمام. بس هو عاده واحنا بناخد الكورس كل مره بنقول شويه كوماندات جديده. فالمفروض يا باشمهندس محمد تروح تجربه من اول السمستر الجاي. بيبقى فيه لابات كل توبكس بتاخده نظر ويبقى عليه اللاب بتاعه، فالمفروض بتنفذه انت بايدك. فاهمنا قصدي ايه؟ ها من اني حالا موجوده هنا دايره معاك اهو كوبي اهو اهو. شايفين يا جماعه ده هو ده اهو. لو حطيتهم تحت بعض هيطلع هما هما اهو اللي انتوا استنتجتوهم هما 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 صح. دي طريقه الاي 64. يبقى لا اما ادي الراوتر الاي بي بالكامل بايديا، لا اما اقول له استخدم طريقه الاي 64. يعني ايه اي 64؟ يعني هديك رقم الشبكه وانت كمل بقيه الاي بي بتاعك مع نفسك. ها في مشكله كده؟ ها لحد كده في مشكله؟ طيب ناخد ده كده كوبي اهو ونروح. هيبقى ده الجيت واي بتاع الاجهزه بتاعتنا اللي هنا. ممكن اقول للراجل ده اهو اي بي، الاي بي بتاعك هيبقى والله كده الاي بي بتاع الجهاز يعني، بس هيبقى 2 اهو ده بتاع الجهاز اهو سلاش 64 الشبكه، والاي بي بتاع الراوتر لسه حاطينه حالا اهو تمام. والراجل دوت هيبقى الاي بي بتاعه اهو ثلاثة، والاي بي بتاع الراوتر بتاعنا الجيت واي وهو سلاش كام 64. لو جينا نفذنا بنجنا من هنا لهنا هتلاقيه بيبنج عادي مفيش مشكله خالص اهو من هنا لهنا. هنقول له اهو سيميوليشن يلا يا عم. شايفين الدنيا ماشيه زي الفل اهي وانت شغال اي بي فيرجن 6 صح. ها حد عنده مشكله في الكلام ده؟ لو عايز تعملها من على الدوس اعملها. يعني انا ممكن اخش على الدوس كده بتاع الجهاز ده واقول له ايه بينج اهو على الشبكه الثانيه 2001 4 اتنينات 4 اتنينات 4 اتنينات نقطتين نقطتين 2. للايه؟ للباك تريسر؟ لا هو سيسكو ما بتنزلش حاجه تعليميه، بس لو عايزها بالانجليزي اجيبها لك. اه مفيش مشكله، بس ده برنامج عادي ممكن اقعد اتخبط فيه جيب. تمام كده؟ وانا بعمل حاجه واحده واحده اهو قدامك اهو باشمهندس محمد. خلاص؟ فهو برنامج ما تخافش منه يعني، ده برنامج كانه برنامج بتلعب عليه بس يعني. واحده واحده تعرف الاوبشن بتاعته كلها. ها؟ المسار شغال؟ اه ريبلاي ريبلاي فروم كذا اهو. الراجل بيرد عليا اللي هناك اهو اليمة التانية شايفاه؟ طب لو قال لك ان ريتش اقول يعني لو انا جيت بنكت مثلا على واحد يا مي اسمه خمسه مش موجود اساسا اهو ازلك ريكوست تايم اوت اهو شايفه؟ اهو انما لو موجود هيرد عليك بريبلاي. هو الدوس بتاع البرنامج نفسه؟ ده الدوس بتاع البرنامج ذات نفسه. اه يعني بخش على الدوس يعني كانه الجهاز بتاعي. اه اهو اهو كوماند برومبت الدوس اهو. هو ايه بقى دول اول واحده ايه؟ ده عشان احطه اي بي للجهاز. تمام كده؟ ده لما اكون موصل موديل بالجهاز، لسه ما خدناهاش دي. ده لما اكون بعمل بيه كونفجريشن، فاكرين بقى لما وصلنا بيه كابل كونسول ودي هو التيرمينال هايبر تيرمينال. ده الدوس بتاعه. ده لو عايز افتح النت من عليه مثلا. لو انا عندي سيرفر وبجرب نت وبتاع عليه، عامل لاب في نت. على الباك تريسر ذات نفسه. اه لو عايز اقفل النت على حد. او كلام من ده لسه بقى جاي الكلام ده. اه من هنا. تمام والبراوزر ده كانه بيفتح نت مثلا. فانا بجرب بقى بجرب اللاب بتاعي اعمل سيرفر شكل فيسبوك واخلي الناس تخش عليه وامنع واحد ان هو يخش عليه الكلام ده. بتست الكلام ده منين؟ من هنا من ده. تمام كده؟ الحاجات دي بتبقى في السيرفر يعني لما بشتغل على الشبكه؟ لا مش السيرفر ده كلاينت، دي كل ده كلاينت السيرفر اهو. ان شاء الله بعد كده ان شاء الله هيبقى في شغل سيرفرات يعني نجيب سيرفر اهو. هذا السيرفر اهي هندسه. تمام السيرفر ده بقى فيه منه انواع بقى اه على حسب السيرفيس بتاعته اتش تي تي بي ودي اتش تي بي ودي ان اس تمام كده. كل سيرفر لو شبكه بقى مثلا شبكه الشركه لو شبكه الشركه هرسمها الاول هنا واظبط نفسي ايه اللي راوتر وسويتش يعني بالظبط بالظبط. ده لو انا عايز اجرب الشبكه الاول على الباك تريسر اجربها واكتب الكوماندات بتاعتها وانفذها واشوف ايه الدنيا بدل اروح انفذها في الواقع بقى. تمام كده بيعمل لك سيميوليشن اجهزه بالظبط اللي موجوده في الواقع. ها
تمام كده؟ الايه؟ انت ما حضرتش على المرور البيت بس هتلاقيها سهله ان شاء الله، يعني بص عليها كده وهتلاقيها سهله ان شاء الله. ها تمام؟ الجروب ده غريب بصراحه، انا اول مره اشوف جروب كده يعني. الجروب مسجل فيه 12 واحد كل مره 7 6 ما اعرفش ايه، غريب. وبعدين المحاضره اللي انت بتغيبها الصراحه يعني مشكله، لانها 4 ساعات وانت عشان تفكهم لوحدك مذاكره عايزهم بتاع الاربع ساعات دول اضربهم في 3. لا بسم الله ما شاء الله يعني. المفروض المفروض ان شاء الله يعني المفروض انا هعرف من الكلام ده من المهندسه نهله، قالت لي بس هفتح لكم امتحان الجمعه الجايه، في الاسبوع الجاي هيبقى اوف، هيبقى اجازه. الاسبوع اللي بعده ان شاء الله يعني بعد يوم السبت هنعرف ان شاء الله. يعني هم هينزلوا لنا الكليه الاثنين لانهم عندهم اجازه لحد، يعني لازم نمتحن يوم الجمعه. احنا هنمتحن كلنا يوم الجمعه. انا قلت الامتحان هيفتح من 12 ل 12. عايزين حاجه بس يعني انا مديله الامتحان بجد. انا لو في حاجه هتلاقيه خلاص. طب اي اي بي فيرجن 6 مع اي بي فيرجن 4 ممكن نطبقها كده؟ ما انا طبقت اي بي فيرجن 4 امبارح. طبقت يعني خلاص. طبقت امبارح واشتغلنا امبارح. 6 مع 4 يعني ايه 6 مع 4؟ دي شبكه 6 وشبكه 4 دي مش عليها في الكورس بس ممكن تعملها. تمام كده؟ لا والله كلكم امتحان واحد. شفتم؟ انا مش هخليكم امتحانات مختلفه. هو ثلاثة مديول، ثلاث نماذج المفروض انا اكتبهم، انا هكتب لكم نموذج واحد. والمفروض الاسئله اعمل لها راندوم، اخليها لا زمنيه. نشتغل على ايه؟ في حاجه اكتر من كده؟ نشتغل على ايه يعني؟ انا مش مصدق اللي بيوصفه. كله تمام. هتبقى على ايه؟ ما اعرفش هتبقى على ايه ولا بي ولا سي. والله انا عندي بانو بيبانو فورم 1 وفورم 2 وفورم 3. انا مش شايفها على السايت امبارح؟ انتوا عمالين يعني كده وانا بسجل وهتدوني في داهيه. مفيش حصايا. طيب يلا نكمل. مفيش حاجة بتعمل بعدين. بالظبط. أهم حاجة بس يا جماعة والله بجد، أنا بجد والله زعلان عشان أنتوا ما بتذاكروش صراحة يعني. صراحة لا بجد والله يعني أنتوا ما بتذاكروش. و تعالى كده نشوف مع بعضنا. في عندنا بقى استراتيجي علشان أحول من أي بي فيرجن 4 لأي بي فيرجن 6. في استراتيجي. الاستراتيجي دي مش علينا غير نظري. بس قبل ما نشوف الاستراتيجي انا بس عايز اقول ان في طريقتين عشان احط الاي بي فيرجن 6، طريقه المانوال ودي خدناها نحط كله بايدينا، او طريقه باستخدام الاي 64 فهو هيستخدم جزء. في جزء تاني اسمه اوتوماتيك بقى، ان انا احط الاي بي فيرجن 6 لوحده اوتوماتيك. الاوتوماتيك دي فيها 3 طرق. خلينا في السمستر الاولاني نظري. طريقه اسمها ستاتلس ادرس اوتو كونفيجريشن، يعني هتلاقوهم موجودين في الامتحان. وطريقه اسمها ستاتلس ادرس اوتو كونفيجريشن زائد الدي اتش سي بي. وطريقه اسمها دي اتش سي بي اونلي او الستيتفول. ستيتفول اللي هو دي اتش سي بي اونلي. الثلاث طرق دول يا جماعه انا هشرحهم حالا اهو، هم علينا نظري. السمستر الجاي هنعملهم عملي. تمام؟ ازاي احط اي بي ادرس للاجهزه بس اوتوماتيك؟ واحنا في الاي بي فيرجن 4 عشان نوزع ايباد اوتوماتيك كنا بنستخدم ايه؟ الدي اتش سي بي السيرفر بتاع الدي اتش بي، وهي كانت طريقه واحده بس. تمام كده؟ هنا عندنا في الاي بي فيرجن 6 3 طرق. حلو الكلام كده؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعضنا الثلاث طرق بتوع الاوتوماتيك. اول طريقه عندنا اسمها ستاتلس اهو ادرس، دي اول طريقه اهي اوتو كونفج ستاتلس ادرس ايه اوتو كونفج. في الطريقه ديت يا جماعه اسمها ايه؟ اس ال
اللي هو الستاتلس يعني ادرس اوتو كونفيج. تمام ستيت وال بتاع لسه. في الطريقه دي الراوتر بتاعي بيبقى فيه هنا انترفيس متوصله بالسويتش اهو، والسويتش ده متوصل عليه الاجهزه بتاعتي اهو. فانا بروح ادي اي بي للانترفيس بتاع الراوتر، اقول له مثلا انت الاي بي بتاعك 2001 نقطتين نقطتين واحد. انا عايز اعملها لك بس دي في سمستر 2 اعملها لك. حاضر نعملها. لا نعملها في سمستر، نعملها عادي مش مشكله. اه نيو اهو، هجيب راوتر اهو. حلو كده، وده سويتش اهو، وده الاجهزه بتاعتي هي اللي موجوده عندي في شغلي اهي. اوصلهم بكابل ايه؟ كابل ستريت اهو، اهو الكابلات اللي خدناها المره اللي فاتت. كابل متقرج نوعه ايه؟ ستريت اهو. حلو الكلام كده؟ واجي على الراجل ده اهو على الانترفيس ده اهي، هدي لها اي بي اهو سي ال اي نوع اهو انيبل كونفيجر تيرمينال. حلو الكلام كده؟ ها انترفيس فاست زيرو على زيرو. بس انا نسيت حاجه مهمه قبل ما اعمل الانترفيس، لازم الاول اكتف الاي بي فيرجن 6. بقول له اي بي فيرجن 6 يونيكاست ايه؟ راوتنج بتاع الجلوبال كونفيجريشن بتاع الراوتر اهو. لازم من الاول اكتف الاي بي فيرجن 6 والكوماند ده، وبعدين اخش جوه الانترفيس اهو فاست 0 على 0. اقول له اي بي في 6 ادرس 2001 4 وحايد 4 وحايد 1 سلاش 64 ونو شوت داون. دي زي الطريقه اللي هي المانوال العاديه اهي، اديت اي بي للانترفيس اهو صح كده اهو. تعال ناخد ده كوبي كده لحد دلوقتي عشان ما حدش يتلخبط، عشان اقول لك بقى الكوماندات الجديده اهو. اهو حلو كده، اديت اي بي للانترفيس اهو. انا عايز الانترفيس بتاع الراوتر بقى توزع ايباد على الناس. اعمل ايه؟ باجي على الجلوبال كونفيجريشن بتاع الراوتر اهو، واقول له اكزيت اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي بول، وادي له اي اسم. انا هدي له نتورك واحد. حلو كده، واقوم داخل جوه الانترفيس ومدي له الاسم ده، الانترفيس اللي هيوزع ايباد انترفيس فاست 0 على 1 اي بي فيرجن 6 سيرفر سيرفر نت 1. بس يا سيدي كده الطريقه الاولانيه خلصت. هتعمل لك ايه شويه الكوماندات دول؟ روق بس عليا كده هقول لك هتعمل ايه اهو. يبقى في كوماندين هم كتبتهم، واحد كتبته على الجلوبال كونفيجريشن اسمه اي بي فيرجن 6 دي اتش بي بول نتورك واحد، ودخلت جوه الانترفيس واديته اسم الايه؟ اسم البول ده. يعني ده انا هخش على الراوتر اه اكتب الكوماندات دي. بس بص يعني بتاع الراوتر من الكونفجريشن بتاع الراوتر. في برنامج كده خدناه امبارح هقوله لك قبل ما تمشي النهارده، وهنفتح الراوتر مع بعض. هيفتح لك الشاشه اللي انا عمال افتحها دي يا باشمهندس، الشاشه اللي هي البيضة بتاعت الاوامر دي. تمام، واوصل الراوتر بكابل اللي هو اللبن اللي هناك ده اسمه كابل الكونسول، بالبورت بتاع الكونسول بتاع الراوتر او السويتش. وهسطب عندي برنامج على المكنه عندي على الجهاز عشان افتح الكونسول بتاع الراوتر. تمام كده. طيب ايه اللي حصل بقى؟ شوفوا كده يا جماعه الاجهزه دي انا مش هحط لها ايباد، انا بس هخش على الجهاز واقول له اوتو كونفيج.
جهاز اوتوماتيك خد اي بي اهو وخد الجيت واي الواحده اهو شايف يا مان اهو الجهاز اللي بعده اهو اوتو كونفج كده الراجل اليوزر مش هيروح يحط ايبات الاجهزه ده هو لوحده الجهاز بتاعه الاي بي بايه مش شويه الكوماندات اللي احنا كتبناها دول على الراوتر الطريقه دي بيسموها ستاتلس ادرس اوتو كونفيجريشن بتتم ازاي الطريقه دي بقى وايه اللي بيحصل تعال نشرح واحده واحده كده اللي بيشرح حضرتك ان الجهاز بتاعك اول ما بتعمله اوتوماتيك بيروح يبعت رساله للراوتر الرساله دي اسمها اول رساله عندنا اسمها راوتر سلكتيشن اهي معلش المصطلحات غريبه شويه او راوتر سلكتيشن يبقى الجهاز بتاعي فاكرين الرساله اللي كان بيبعتها في الدي اتش بي سيرفر كان اسمها ايه كله اي بي فيرجن 4 حد فاكر اول رساله في الاي بي فيرجن 4 كان بيبعت ايه في الدي اتش بي سيرفر رساله اسمها ايه دي اتش بي ها ديسكفر صح كده دي اسمها راوتر سلكتيشن راوتر سلكتيشن دي الاي بي بتاعها مالتي كاست اي بي اهو اف اف 0.2.2 الاول ما يكتب الادرس ده معناها ان الرساله تروح للجيت واي بتاعته فالرساله الاولانيه اسمها ايه يا جماعه راوتر سلكتيشن يقوم الراوتر بتاعنا رادد عليه برساله ثانيه اسمها راوتر ادفرتايزمنت ار اي يبقى الرساله اللي الراوتر بيرد عليه بيها اسمها ايه راوتر ادفرتايزمنت اهو الراوتر ادفرتايزمنت دي فيها ايه فيها اول 64 بت للنتورك فيها نتورك اي دي وفيها البريفكس بتاع الشبكه وبيقول للجهاز استخدم اي او 64 عشان تكمل الاي بي بتاعك استخدم الماك بتاعك عشان تكمل الاي بي بتاعك فاهم كده وفيها كمان رقم الجيت واي اللي هو الاي بي بتاع الراوتر الاي بي الراوتر واخده لو جيتوا بصيتوا كده لو جيتوا بصيتوا كده جوه الرساله بتاعتنا اهو هتلاقي ايه هتلاقي هذا الاي بي بتاع الجهاز اهو واخد الماك بتاعه بتاع الجهاز وعامل طريقه اي 64 وفي كمان الجيت واي بتاع الراوتر اهو الاي بي بتاع الراوتر تمام كده طيب دي اول طريقه عندنا اللي هي من الطرق الاوتوماتيك اسمها ايه يا جماعه ستاتلس ادرس اوتو كونفيجريشن بس للاسف الطريقه دي الراوتر ما بيدكش حاجه مهمه اللي هي مين اللي هو رقم الدي ان اس فكده الاجهزه مش هتعرف تخش ايه نت ده انا شغاله عندي في المصلحه اشغاله عندي في الشركه علشان كل جهاز ياخد اي بي انما انا مش عايز اخلي الاجهزه تخش نت فاستخدم الطريقه الاولانيه دي طب الطريقه الثانيه بقى عندنا الطريقه الثانيه عندنا اسمها اهو ثاني طريقه عندنا ان ممكن اعملها ستاتلس ادرس اوتو كونفيجريشن زائد مين دي اتش سي بي الراوتر بتاعنا اهو هيبقى متوصل بجهاز اللي هو الدي اتش سي بي وده السويتش اهو وده الجهاز اللي عايز ياخد اي بي اهو الجهاز هيبعت راوتر سلكتيشن للراوتر بتاعنا فده هيرد عليه بايه براوتر ادفرتايزمنت راوتر سلكتيشن فيرد عليه براوتر ادفرتايزمنت هيقول له خد المعلومات خد الاي بي اللي بتاعك اهو وخد الديفولت جيت واي واستخدم طريقه اي 64 عشان تكمل بقيه الاي بي وخد البريفكس بس روح كلم الدي اتش سي بي سيرفر عشان ايه تاخد منه رقم الدي ان اس فيبقى عندك دي اتش سي بي سيرفر بيوزع على الناس مين يا جماعه رقم السيرفر بتاع النت اهو فيروح يعمل ايه يروح يعمل راوتر سلكتيشن عند الدي اتش سي بي فالدي اتش سي بي يبعث له ايه؟ راوتر ادفرتايزمنت فيه الدي ان اس. الطريقه الثانيه دي اسمها يا جماعه ستاتلس ادرس اوتو كونفجريشن مع مين؟ مع الدي اتش سي بي. بس دي كده تخش نت لان الدي اتش سي بي وزع له الدي ان اس. تمام كده وسمستر 2 اعملها عملي. خلاص؟ الطريقه الثالثه بقى. الطريقة الثالثة هي نفس الطريقة اللي مشغلة في الاي بي فيرجن 4 اللي هي الستيتفول يسموها ستيتفول هذا الراوتر اهو ها وده سويتش وده الجهاز بتاعك وده الدي اتش سي بي
يجي الجهاز يكلم الراوتر يقول انا عايز اي بي، فالراوتر يرد عليه والله انا ما عنديش اي بي لك، بس يرد عليه بار اي، روح هات الاي بي بتاعك من مين؟ من الدي اتش سي بي. فهنا كل المعلومات بتاعتك اللي انت عايز تاخدها من مين؟ من الدي اتش سي بي. فالراجل ده بيعمل سوليكت على ده، يقول له هات لي الاي بي، فده يرد عليه باي بي وديفولت جيت واي ودي ان اس وصبنت ماسك. طب الفرق ما بين الطريقتين الاولين والطريقه الثالثه؟ الطريقه الثالثه دي انا ببقى مسجل عند الراوتر بول شبكه 2001 اهو، اربع وحايد اربع وحايد اربع وحايد نقطتين نقطتين، اول جهاز هيروح له هيديله واحد اي بي الاولاني، ثاني جهاز اثنين، ثالث جهاز ثلاثه، رابع جهاز اربعه، بيدوهم ورا بعضهم من البول اللي عنده. طب الطريقتين الاولانيين كان بيديله رقم الشبكه ويقول له استخدم الماك بتاعك عشان تكريت الاي بي. يبقى الطريقه الثالثه دي يا جماعه اللي هي الستيتفول دي اتش بي سيرفر بيدي الجهاز بتاعي ايه؟ اي بي بالكامل وبالترتيب. اما الطريقتين الاولانيين كان بيديك رقم الشبكه يقول لي الجهاز استخدم مين؟ الماك بتاعك. تمام؟ طيب تعالى بقى نخش على الاستراتيجي، ازاي الاي بي فيرجن 4 بيكلم الاي بي فيرجن 6؟ اهو هما ثلاثة استراتيجي. أول استراتيجي منهم اسمها الديوال ستاك. الباشمهندس محمد عنده توشيبا، راجل شغال على شبكة بتاعت الصيانة، فعنده توشيبا أجهزة جديدة بيحط لها أي بي فيرجن 6، وأجهزة قديمة شغالة أي بي فيرجن 4، وأجهزة شغالة الاثنين 6 وشغالة 4. يعني هو دخل على الجهاز اهو من هنا، تمام كده، لو انا عندي كابل شبكه دي كابل شبكه دي كابل شبكه دي. ادي كابل شبكه اهو عشان بس اكتب كابل الشبكه بتاعي اهو. اهو اوبن شيرنج سنتر لوكال اريا كونكشن بروبرتيز. لو انا عايز احط اي بي فيرجن 4 اهو. طب لو عايز احط اي بي فيرجن 6 اهو. حلو الكلام؟ حلو كده؟ طيب اهو. يبقى عندنا اول حاجه، عندنا في اجهزه واخده اي بي فيرجن 4 واجهزه واخده اي بي فيرجن 6 واجهزه واخده الاثنين. لو هو عايز الدنيا دي تشتغل معاه كويس هيجي على الراوتر عندنا على الانترفيس بتاع الراوتر هيدي اثنين اي بي، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. الطريقه دي بيسموها يا جماعه الدي والستاب، الراجل شغل الاثنين اي بي مع بعض كده. 4 هيكلم 4 وال6 هيكلم مين؟ والاثنين في شبكه واحده. يبقى الدي والستاب دي بستخدمها امتى؟ لما يكون عندك اجهزه شغاله 4 واجهزه شغاله 6 وعايز تحطهم على سويتش واحد، تمام كده؟ ما احنا كده بالظبط. انما مش 4 مش هيعرف يتكلم 6، الله يكرمك، تمام. الا لما يكون مسطب عنده ايه؟ اي بي فيرجن 6. حلو كده؟ بس انت ما معكش فلوس تجيب سويتش تاني عشان تحط 6 لوحده و4 لوحده. ها؟ تمام؟ تمام، دي الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية بستخدمها امتى؟ الطريقة الثانية اسمها التانل. النفق. ها؟ شركة موبينيل عندها فرعين اثنين، فرع في القاهرة وفرع في اسكندرية مثلا، وهم معاهم فلوس، فالأجهزة كلها جواهم شغالة اي بي فيرجن 6 هنا وهنا، بس يكونوا يربطوا الفرعين ببعض راحوا التي داتا. التي داتا لسه الأجهزة بتاعتها شغالة اي بي فيرجن 4. طب الحل ايه؟ فالادمن بتاع موبينيل قال لهم لا مفيش مشكلة، عند الراوتر اللي موصلني التي داتا هنعمل حاجة اسمها تانل.
يعني ايه تانل؟ لو الباكت خارج من هنا فيرجن 6 هنحطه في باكت فيرجن 4 ونعديه من الشبكة 4 يروح اليمة التانية معمول هنا برضو تانل، هيعرف ان انت عامل انكابسوليشن كم مرة؟ مرتين، يشيل الفور ويدخل الباكت 6 جوه الايه الشبكة. يبقى طريقة التانل دي يا جماعة بتتم امتى؟ لما لو ما كان عندك، لو كان عندك فرعين اتنين شغالين 6 وماشيين جوه شبكة 4 شكل شبكة البروفايدر اللي انت مأجرها مثلا من تي داتا، الحل تعمل ايه؟ باجي على الايدج راوتر اللي هو الراوتر اللي موصل لي تي داتا وانزل عليه حاجة اسمها تانل. تانل ده بروتوكول بيعمله اسمه الجي ار اي، ممكن تروح سيرش عليه النهاردة اهو، وهناخده السمستر التالي الرابع. الجي ار اي ده، الجي ار اي ده بيعمل ايه؟ هي باكت 6 ما تنفعش تمشي جوه باكت 4 جوه شبكه 4، فيقوم حاططها جوه علبه ايه 4 ومشيها من الشبكه 4، تروح عند الايدج بتاعك اليمة الثانيه يشيل العلبه اللي هي 4 ويبص على 6 اللي جوه يدخلها جوه الشبكه. يبقى ثاني طريقه يا جماعه الادمن بيعملها اللي هو التانل. التانل ده انا بستخدمه في ايه محمود؟ بستخدمه لو عندي شبكتين 6 وفي وسطهم شبكه 4 وعايز الشبكتين 6 يتكلموا من غير ما شبكه 4 ايه توقفه. الطريقه الثالثه، الطريقه الثالثه حاجه اسمها نات 6 تو 4 نات 64. دي بعملها ازاي؟ الراوتر عندي الباشمهندس محمد عنده في شركه عنده شبكه كامله شغاله 6 وشبكه كامله شغاله 4 وهو عايز الاثنين يتكلموا مع بعض. الحالة دي يا جماعة باجي اشغل سوفت وير على الراوتر ده اسمه نات 64. ايه نات 64؟ لما يكون باكت جاي من 4 وعايز يعدي شبكة 6 اشيل الاي بي فيرجن 4 بتاعه واحط مكانه اي بي فيرجن 6 بتاعنا واعديه للجهاز. الجهاز يخلص كلام يبعت لي اشيل ال 6 اللي انا حطيته وارجع 4. فالنات 6 تو 4 لو عندك انت شبكتين بتوعك انت، واحدة 4 واحدة 6 وعايزين يكلموا بعض. فبنعمل النات 64. دول بقى النات والبات التانيين اللي انت بتتكلم عنهم، ده اللي بيحول من برايفت اي بي لبابليك اي بي. في منها نوع بقى اسمه نات 64 بيحول من ار بي فيرجن 6 لاي بي فيرجن 4. الله يكرمك. ما هو النات دي خسرت كلمه ترانزليشن تحويل. الراجل كان فاكرها من امبارح يا راجل. لا امبارح. انا واخدينها امبارح. ها خلاص كده الثلاثه الاستراتيجي فيهم اي مشكله؟ ها الثلاثه الاستراتيجي دول فيهم مشكله؟ طيب تعالوا نشوف موضوع تاني كده اسمه الارب. الارب ده اختصار كلمه ادرس ريزوليوشن بروتوكول. الارب ده صار كلمه ادرس ريزوليوشن بروتوكول. بس قبل ما اخش في الارب عايزكم كده تفكروني باللاير. حد شاطر كده يفكرني باللاير. كانت اول لاير فوق اسمها ايه؟ ابلكيشن، بعدين برزنتيشن، ايوه ها، وبعدين سيشن، وبعدين ترانسبورت، وبعدين نتورك، وبعدين داتا لينك لاير، وبعدين فيزيكال. دي رقم 7، دي رقم 6، دي رقم 5، 4، 3، 2، 1، صح كده؟ كان هنا البيانات بتاعتك اسمها داتا. بتنزل وانا ببعت بتنزل. بتيجي عند الترانسبورت لاير تتقطع اجزاء، فاكرين؟ اهو كان يوم مقطع اجزاء وضيف لها هيدر. الهيدر ده يا اما يكون 20 بايت لو انا شغال ايه؟ اكس بي، او 8 بايت لو انا شغال ايه؟ يو دي بي. صح كده؟ وكانت الداتا هنا اسمها ايه يا شباب؟ سيجمنت. يبقى لما يجي لي في الامتحان يقول لي الداتا اسمها ايه في لاير 4؟ اقول له سيجمنت. يبقى الداتا في لاير 4 اسمها ايه؟ سيجمنت.
والسيجمنت ده هو كان بيبقى في ايه؟ كان الهيدر بتاعه بيبقى في ايه؟ لاما هيدر التي سي بي، والتي سي بي ده كان بيضيف ايه؟ السورس بورت، الديستنيشن بورت، صح؟ ها الويندو سايز، السيكونس نمبر، الاكنولج نمبر، صح الكلام؟ حد كان فاكر السورس بورت والديستنيشن بورت دول بتوع ايه؟ ها بتوع البرنامج اللي بيبعت والبرنامج اللي بيستقبل اللي هو السيرفر، صح كده؟ كل واحد من دول بيبقى له رقم، تمام؟ طيب بعد كده هروح على اللير اللي بعديها. اللير اللي بعديها اللي هي لير كام يا شباب؟ النتورك لير. السيجمنت دي هتنزل على النتورك لير اللي هي مين؟ الاي بي. هيضيف بعد الهيدر اللي انضاف ده كمان ايه؟ كمان هيدر. والهيدر بتاعنا هنا لاما يبقى 20 بايت لو انت شغال اي بي فيرجن كام؟ 4، لاما 40 بايت لو انت شغال ايه؟ اي بي فيرجن 6. طب والداتا بتاعتك في لير 3 اسمها ايه؟ اسمها باكت. يبقى لما يجي لي في الامتحان يقول لي الداتا في لير 3 اسمها ايه؟ باكت. الداتا في لير 4 اسمها ايه؟ سيجمنت. طب في لير 3 انا كنت بضيف مين؟ كنت بضيف مين؟ كنت بضيف الاي بي اللي بيبعت والاي بي اللي بيستقبل. السورس اي بي والديستنيشن اي بي. اهو لما اروح كمان صفحه كده ونقول له بقى طب الباكت ديت يا عم في لير 3 كنت بضيف عليها ايه؟ كنت بضيف عليها السورس اي بي والديستنيشن اي بي، رقم الجهاز اللي بيبعت ورقم الجهاز اللي بيستقبل. امال في لير 4 كنت بضيف ايه؟ كنت بضيف رقم البرنامج هنا وهنا اللي هو بيسموه ايه؟ السورس بورت والديستنيشن بورت. طب وهنا في لير 3 بضيف ايه؟ السورس اي بي، العنوان بتاع الجهاز هنا وهنا. حلو. يبقى احنا هنا كده ما بيننا وبين بعضنا كابلات كده، خلاص. وانا عايز ابعت باكت لايمان لير 4 بضيف البرنامج اللي عندي والبرنامج اللي عندي ايمان اللي بيكلموا بعض. حلو. طب لير 3 باكت بضيف ايه؟ العنوان بتاعي والعنوان بتاع ايمان. يبقى الاي بي ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عنوان، تمام. والداتا عندنا في لير 3 بيبقى اسمه ايه؟ باكت. طب في لير 2 يا معلم بقى ايه اللي بيحصل؟ في لير 2 باخد الباكت ده اهو وهي نازله في لير 2 اهو، ادي الباكت اهي يا عم في لير 2 اللي فيها الهيدر بتاع التي سي بي واللي فيها الهيدر بتاع النتورك، صح كده؟ تعالى يا اسلام. ها فيها الهيدر بتاع مين؟ بتاع مين؟ التي سي بي. والهيدر بتاع مين؟ بتاع الاي بي. ها وعليكم السلام. ها لو 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 تحب تعرف تيجي هنا تعالى. انت عايز؟ طيب ممكن تنتظرنا نص ساعه بس في البيت، في البريك احط لك حاجه. ماشي ماشي حبيبي. دور ما اذنش. الدور فاضل ساعه الا ربع. الدور فاضل ساعه الا ربع، خد بالك. ماشي. ها يبقى هنا هو في اللير، في اللير 2 بيعمل ايه؟ بيضيف الهيدر ويضيف ديل. ايه ده في اللير 2؟ في اللير 2. والداتا اسمها ايه هنا؟ اسمها فريم. يبقى في لير 2 بيضيف ايه يا جماعه؟ هيدر وتيلر في الاخر. تعال نشوف بقى الهيدر والتيلر فيهم ايه. اهو تعالى كده نشوف. الداتا لينك بتاعت الهيدر بتاعت فريم. الله يكرمك. فلما يقول لك الداتا لينك لير، الداتا بيبقى اسمها ايه في الداتا لينك لير؟ فريم. الفريم ده عباره عن ايه؟ الفريم ده عباره عن الداتا اللي جايه لي من لير 3 بيسموها ايه؟ بص كده، الداتا اللي جايه لي من لير اللي قبلي بيسموها البيلود. يبقى لما يجي لك في اي انترفيو يعني ايه كلمه بيلود؟ معناها دي الداتا اللي جايه لي من لير اللي قبلها. هيضيف لها راس هيدر اهو، ويضيف لها ايه؟ تيلر اهو ديل. الراس ده بيبقى فيه رقم الكارت اللي بيبعت، السورس ماك، رقم الكارت بتاعي ورقم الكارت مش بتاع ايمان، بتاع اللي بعدي. وانا عشان اوصل لايمان اوصلها ازاي؟
ابعت القلم ده للبشمهندس محمد، والبشمهندس محمد اهو شايف اهو بيعمل، هما كده بيعملوا فريمات اهو شايفين. طب وايه اللي مخلي القلم يمشي كده؟ اصل في العنوان بتاعي وفي العنوان بتاع البشمهندس. ها يبقى السورس ماك ده رقم الكارت بتاعي، الديستنيشن ماك بيسموها يا جماعه الديستنيشن ماك ده رقم النيكست هوب. ايه النيكست هوب؟ رقم جاري. طب لو كان ده اسن معايا في الشبكه خلاص القلم هيروح له. طب لو نيكست هوب ده شبكه ثانيه يبقى اودي للجيت واي ده نيكست هوب بتاعك. طب وايه اللي موجود في التيلر بقى؟ بيبقى فيه حاجه اسمها اف سي اس اللي هو معادلة بتتم عند السورس، فريم تشيك ايه؟ تشيك سم. معادلة بتتم عند السورس وبتتم عند الديستنيشن. يبقى بمنتهى البساطة كده. في برنامجين اتنين عايزين يكلموا بعضهم على الجهاز ده والجهاز ده. البرنامج الأولاني اسمه اكس واي زد. بيكلم برنامج تاني هناك اسمه اكس واي زد برضه. العملية بتاعت البرنامج دي بتنحط على أكتر من طريقة. أول حاجة بضيف رقم البرنامج، هو رقم البرنامج ده كام؟ 10. طب رقم البرنامج ده جوه الويندوز ده كام؟ 20. أهو أدا السورس بورت والديستنيشن بورت. رقم البرنامج على الجهاز هنا ورقم البرنامج على الجهاز هنا، ما أنت عايز الجهازين دول يتكلموا بعضهم، هو مين اللي على الجهاز ده هيكلم بعضه؟ أنت فاتح اليوم ماسنجر يعني بتشيت معاه؟ ولا فاتح فيس بتتكلموا على الفيس ولا فاتح إيه بالظبط؟ كل برنامج عندك بينفتح بيبقى له رقم، الرقم ده اسمه ايه؟ البورت نمبر. والداتا عندك هنا اسمها ايه يا معلم؟ سيجمنت. طب الخطوه اللي بعد كده هنضيف العنوان بتاع الجهاز والعنوان بتاع الجهاز ده. طب العنوان بتاع الجهاز ده كام؟ 192 168 معرفش كام. العنوان ده محمود موجود في شبكه اكس بيكلم ايمان موجوده في شبكه واي، فهي كده نحط ايه؟ العناوين بتاع الاجهزه. يبقى تاني حاجه بحط العنوان، هو انت رايح شبكه كام؟ طنطا؟ ولا شبكه المنصوره؟ هو الراجل يعرف منين؟ من الاي بي اهو. يبقى هنا بحط السورس اي بي والديستنيشن اي بي، الاي بي بتاع الجهاز ده والاي بي بتاع الجهاز ده. واحنا قلنا قبل كده ان الاي بي بتاع اي جهاز بيبقى عباره عن في جزء نتورك وجزء ايه؟ هوست. صح كده؟ جزء النتورك هيمشي الباكت عشان يوصل للنتورك، ولما يوصل للنتورك بتاعته الجزء بتاع الهوست اللي هيوصله ايه؟ رقم. فيقول لك والله الجهاز الاولاني جهاز محمود موجود في 192 168 1 1 والجزء بتاع ايمان موجود في 192 168 10 1. فانا الاول اوصل لشبكه 10 وبعدين اوصل فيها الجهاز رقم كام؟ 1. والداتا هنا بقى اسمها ايه يا جماعه؟ باكت. يعني ده كله بقى اسمه ايه؟ باكت. اللي قبلها كان اسمها ايه؟ سيجمنت. صح الكلام كده؟ طيب علشان اروح لايمان يبقى المفروض الطريق بتاعي سالك ازاي؟ لمحمد. يبقى السورس ماك محمود والديستنيشن ماك محمد اهو. الخطوه الثانيه بقى هنضيف هيدر وديل في الاخر كده بقى فريم يا معلم. هقول السورس ماك رقم كارت الشبكه اللي هياخد منه الفريم ده محمود. طب رقم كارت الشبكه اللي هسلمه الفريم اللي باول ماك في وشي محمد. طب والديل بيبقى فيه ايه؟ معادله اسمها اف سي اس. طب والداتا بقى اسمها ايه دلوقتي؟ فريم. صح؟ يعني انا لما اجي اكلم الياهو بحط الاي بي بتاعي والاي بي بتاع الياهو. طب والماك؟ الماك بتاعي يا معلم والماك بتاع الجيت واي بتاع الراوتر بتاع تاني ماك الفريم ده هيروح له. وعشان كده بيسموا الاي بي اند تو اند. اند تو اند يعني ايه؟ النهايات. الراجل اللي بيتكلم هنا والراجل اللي بيستقبل هناك. اما الماك لا، الماك الماك بتاعك والنيكست هوب بتاعك وجارك. ها لما يروح بقى بعد كده لزميله هيعمل ايه؟ هيشيل محمود ومحمد يرميهم ويحط محمد وصفوت. يروح لزميله يعمل ايه؟ يشيل محمد وصفوت يرميهم ويحط صفوت محمود. ايه اللي بيتغير؟ المكانات العماره تتغير طول السكه اهو. ايه اللي ثابت؟ الاي بيهات ثابته ليه؟ لان هي اساسا دي اللي هتمشي هتعرف الناس كلها اللي في السكه ان ده الفريم ده رايح لايمان. صح؟ وعشان كده الاي بيهات ثابته ما بتتغيرش طول الرحله. امال ايه اللي بيتغير طول الرحله؟ ماك. وده كان سؤال جاي في الامتحان الدولي.
سؤال جاي في الامتحان ده، ولو عايزين تشوفوه اشوره لكم دلوقتي. يعني بصوا كده، تعالوا كده شوفوا السؤال ده. بيقول لك افتر هوست اي بينج هوست بي، هذا الهوست اي بيبنج على هوست بي، عايز يبعت رساله من الاي للبي، تمام؟ which entry will be in arb cache، سيبك رساله الارب لسه ناخده في هوست اي، يعني ايه اللي هيبقى موجود في الباكت اللي طالعه من هنا. اول حاجه هيبقى الاي بي بتاع الاي والاي بي بتاع البي، الاي بي بتاع محمود والاي بي بتاع ايمان. طب الماك، الماك بتاع محمود والماك بتاع الجيت واي اللي هيروح لها الفريم، صح كده؟ ها لما انا احط الاي بي، احنا قلنا الاي بي بحط في السورس والديستنيشن، طب والماك بتاعي بحط مين؟ بحط الماك بتاعنا والماك بتاع اللي بعدي. انا اختيار من دول ايش بقى اهو، يعني هناك هي الراجل هيبقى حاطط ايه؟ الاي بي 192 168 6 29 ده الاي بي بتاعه، والماك بتاعه اللي هو 00 ما اعرفش كام ما اعرفش ايه، صح كده؟ طب والاي بي اللي رايح له 192 168 4 7، طب والماك اللي رايح له ده اهو. اهو ده سؤال يا باشمهندس محمد في الامتحان الدولي، تمام؟ لو كان نفس الجهاز كان رايح حتى لو معاك نفس الشبكه، يعني لو انا ببعت لك وانت معاك نفس الشبكه، احط الاي بي بتاعك والاي بي بتاعي الاي بي بتاعي والاي بي بتاعك والماك بتاعه والماك بتاعك، لا جنب على طول يا عم معاك نفس الشبكه. انما الراجل ده رايح لايه؟ لجهاز شبكه ثانيه، تمام كده؟ ها طيب، يبقى لما يجي لي في الامتحان يا شباب ان انا عندي الداتا في لير 4 اسمها ايه؟ اسمها سيجمنت. الداتا في لير 3 اسمها ايه؟ باكيت. الداتا في لير 2 اسمها ايه؟ فريم. الداتا في لير 1 بقى اسمها ايه؟ شويه كهرباء في السلك، ستريم اوف بيت، شويه كهرباء في السلك، ده بيسموه ايه يا جماعه؟ اليو دي بي، تمام كده؟ لا اسف، يو دي بي ايه؟ بيسموه طب سؤال دلوقتي انا هفتكر لكم حالا. بي دي يو، اسف، بي دي يو بروتوكول داتا يونت، عكست معايا بس، بروتوكول داتا يونت. لما يقول لك البي دي يو مقصود ايه؟ ان هو بيطلق على البي دي يو، دي يعني اسم العام بتاع الداتا. فلما يقول لك البي دي يو في لير 3 اسمها ايه؟ باكت. البي دي يو في لير 2 اسمها ايه؟ فريم. البي دي يو في لير 4 اسمها ايه؟ سيجمنت. البي دي يو معناه يا جماعه الاسم ان جنرال، الاسم ايه؟ ان جنرال، اللي هو البروتوكول داتا يونت، بروتوكول داتا يونت. حلو كده محمود؟ دول ينحفظوا لانهم جايين في الامتحان. ناخد 10 دقايق بريك.